وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعالوا إلى ما أنزل الله، أحكام الله، وإلى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال الرسول، رأيت إيه المؤمنين؟ رأيت المنافقين، لأن من علامة النفاق التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل، مش قضية سهلة أبدا. ده أنت لو في طمرة تحكم بين اتنين في طمرة وحكمت بغير ما أنزل الله اعتقادا إن هذا أفضل من حكم الله خرجت من الدين، لأن القضية مش بس قضية الحكام والقضاء فقط، دول طبعا المعنيين الأوائل إن هم اللي في إيديهم هذه القضايا، لكن سيادتك أيضا وإنت بتحكم في البيت لو حكمت بمثلا القوانين الأوروبية عايز بيتك يبقى زي أهل الكفر. هسألك الأول، هقول لك أنت عملت كده اعتقاداً إن هذا أفضل من شريعة الإسلام، لو قلت آه خرجت من الدين، لو قلت لا بس يعني العيال بيحبوا برضو يتفسحوا ويلبسوا زي ما هم عايزين ويعيشوا حياتهم، بس طبعاً أنا مقصر، أنا جايب تلفزيون وجايب أفلام وجايب بلاوي، ده مش اعتقادي إن ده أفضل، ده حكم بغير ما أنزل الله، أنا كده بحكم بغير ما أنزل الله، بس أنا عاصي، أنا ضعيف. آه أنت كده لم تخرج من الدين ما دمت اعترفت إن حكم الله إيه أفضل، واللي أنت بتعمله إيه خطأ، بس برضو أنت كده مذنب. مذنب بقى على حسب حال الإيه المعصية، إنما لو قاضي وحاكم ويحكم، لو حكم بغير ما أنزل الله دي معصية كبيرة، إن رآها جائزة أو مساوية أو أفضل من حكم الله خرج من الدين. لذلك أهمية الاعتقاد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يصدون يعرضون، يعرضوا عن إيه؟ مش عايزين حكم الله، في ضرر على مصلحتي، يعني لو حكم الله هياخد مني الأرض، لا يا عم شوف لنا أي قانون يمشي المواضيع، لأني ضد مصلحتي، دي علامة إيه؟ المنافقين، وليس علامة المؤمنين. المؤمن يسلم بحكم ربنا، اختلف هو وزوجته، طب تعالى نشوف ربنا قال إيه، يعني قال لها اقطعي رحمك، فقالت له طب لا إزاي، اختلفوا مع بعض يشوفوا حكم ربنا، نهى عن قطع الأرحام يتراجع، أمرها بشيء خلفته اعترضت عليه يتراجعوا إلى حكم الله عز وجل. هو ممكن يلزمها، بس يلزمها ظلما وقهرا، هو محاسب عند الله، لكن ينبغي أن يعود المسلم نفسه أن ينظروا ويتأملوا أحكام الله عز وجل. القرآن ده يا أخواننا مش ترانيم في مأتم ولا زينة في سيارة، القرآن منهج ودستور لابد أن يفعل وينبذ، مش يفعل ومعه حاجات تانية، هو فقط اللي يفعل. النهاردة العلمانيين يقولك لا ما الإسلام ملوش دعوة بحياتنا، ده الفكر العلماني، الإسلام في المسجد صلي يا عم، اقرأ قرآن يا عم إبراهيم، اقرأ وعيط على المصحف، مش محدش هيكلمك براحتك، اقعد في المسجد معتكف، مفيش أي مشاكل عندهم، عندهمش مشاكل مع الإسلام اللي داخل المسجد، أول ما هتطلع وتقول فوائد البنوك حرام، الست تلبس كذا، الراجل التاجر لابد إنه ما يبقاش فيه قمار أو مش عارف غبن أو الكلام ده، أقول لك لا نرفض الكلام ده، سيبونا في الدنيا بأحكامنا اللي احنا نتعرف عليها اللي احنا تعودنا عليها، تيجي بقى تقول لي حجاب ونقاب ولحية والجو ده لا، طب والإسلام؟ الإسلام في المسجد، ده الفكر الايه العلماني الخطير، ولذلك العلمانية كفر بالله، لأنها تتناقض ايه مع التحاكم لمنزل الله، تيجي تقول له يقول لك بص
اسلام ايه اللي في الاقتصاد وفي التجاره وفي السياسه في كلها؟ فيش اسلام الا في المسجد. ده بيتحكم ايه؟ يتحكم الى قوانين اجنبيه او عرفيه، او بعباره اخرى يتحكم الى الطاغوت. لكن احنا بنتحكم الى الله. ربنا سبحانه وتعالى احكامه تمس المجتمع ككل، سياسه واقتصاد وترفيه وكل شيء، وتجاره ومعاملات وجهاد وحرب وكل شيء، احكام الدين موجوده. لان ربنا اراد الاسلام يكون منهج حياه، مش مجرد تحبس هذا الدين في القفص الصدري وما ايه بس انت مع نفسك. ولذلك نجد بقى التناقض، تلاقي واحد زبيبه الصلاه في وجهه ويرتشي، لانه فاكر ان المسجد شعائر وطقوس بس، هو بيصلي وبيصوم وعلى فكره وبيعيط من خشيه الله كمان، بس ما عندوش قضيه التحاكم وان الاسلام يكون قضيه حياه. ولذلك مرتشي وبيزعق واخلاقه سيئه وبيتخانق مع الناس وبيسرق كل حاجه وبيشتم زوجته باهلها وبيعامل الناس واسوأ معامله وهو في المسجد، لانه انطلع عليه الفكر العلماني ان الاسلام شعائر بينك وبين ربنا بس. حتى يقول لك دي نقرة ودي نقرة، لا، ده المنافقين هم الذين يعرضون عن حكم الله عز وجل، او من علامات النفاق انهم لا يتحكمون الى الكتاب والسنة.